دينار، معاقبة اتحاد الرياضي المنسيري بخطية مالية 2000 دينار بسبب عدم احترام البروتوكول الصحي. كل العقوبات بسبب عدم احترام البروتوكول الصحي، اتحاد بن قردين زاد 2000 دينار، الترجي الرياضي التونسي 2000 دينار، النادي الافريقي 2000 دينار، لمركاوي الكل حاصلوا 2000 دينار. كيكا سايب شويه خد الترجي من الجورنيه اللي قبلها عطات. اي على الجورنيه ممكن 18، لمركاوي الكل حاصلوا بعدم احترام الجورنيه اللي فيها 18 هدف كلها في 2000. لا الترجي الرياضي التونسي عدم احترام البروتوكول الصحي. فيما يخص الترقيم قوارير المياه المخصصه للاعبين. اش معنى الترقيم؟ هكا موجوده. معناتها بدل فما جوار ولا زوز شربوا معناتها زوز ولا ثلاثه شربوا فرد قاروره اللي هو ما يجيش. معاقبه كما قلنا النادي الافريقي 2000 دينار بعد الفرحه في مباراه نجم المتلوي، معاقبه نجم المتلوي 2000 دينار لعدم احترام بروتوكول الصحي فيما يخص ترقيم القوارير زاده. اللي فهمت معناتها ترقيم معناتها كل واحد كل جوار نمرو نتاع المريول نتاعو في القاروره يمشي يشرب منها وكذا. هذاش فهمت نورمال. سينو اللي يشرب من دبوزه واحده اخرى معناها تولي خطيه. 2000 دينار زاده للنادي حمام الانف لعدم احترام بروتوكول الصحي فيما يخص شرب المياه من نقص من نفس القاروره بين اللاعبين زوز. هذاش نحكيو هذاش نحكيو. شربوا من نفس القاروره. مستقبل سليمان 2000 دينار عدم احترام بروتوكول الصحي فيما يخص شرب المياه من نفس القاروره زاده. اتحاد المنسيري خطيه ماليه اخرى ب 500 دينار من اجل اقصاء ملتقط كره خلال مباراه جمعته بنادي حمام الانف. ودعوه الكاتب العام لنادي حمام الانف مصحوب السيد معز بالحاج مسؤول بالنادي لحضور اجتماع مكتب الرابطه القادم. دونك هذوما ابرز العقوبات كلهم بسبب عدم احترام البروتوكول الصحي اكثرهم بما فيهم قوارير المياه اللي يشربوا من نفس القاره. انا والله ريت ما نسيتش المباراه ومانيش حتى كان نعرف شو نقولوا، لكن ريت فهم لها بمركه وجا هو يعمل هكا يده كم تاع البروتوكول معناتها بالكود نتاعه سلم. جاوا زوز ثلاثه الاولانيين عملوا الكود من بعد الاخرين جاوا بالفرحه اللي عنق رصت له مسكين ما تو راهو من الاول هو احترم وعمل لك وبعده، لكن بعد ساعه توزن سيكو يلزم نحترمه بيريود وان شاء الله تتعدى. ماهيش عقوبه كبيره لكن في ضوء تو الامكانيات الماليه والصعوبات الماليه اللي تعدى بها الجمعيات زوز ملايين و500 و300 دينار برشا فلوس ولات. دونك ما علينا كان نحترموا البروتوكول هذا كل صحتنا ويلزمنا نكونوا اكزامبل صغار يتفرجوا وعباد تتفرج. دونك ماذا بينا نكونوا اكزامبل الكورجي والجمعيات تكونوا اكزامبل لي بافيت التباعد ما نقربوش ببعضنا ما نشربوش فرد دبوسه كل واحد ياخذ دبوسه يشرب منها وكاو ما نفرحوش بنتو نفرحوا به ولكن بعيد البعيد معناتها مش لازم نتلمسوا اكيد. دونك هكا نكملوا استاذ ميد لكن باش نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى باش نعطيو بعدها اسامي الفايزين معنا اليوم في البيت 216. دونك نرجعوا نعطيو اسامي الفايزين اللي معانا اليوم في البيت.